يقول ما هو أكبر مفصل في جسم الإنسان؟ مفصل الركبة، مفصل الكتف، مفصل المرفق. مفصل الكتف ثبت. طيب أنت جسيت كتفك، ليه ما كملت؟ لا، أني حسبتها في الباب. الركبة صغيرة والمرفق مو بنفس ركبتك. الناس كلهم أنت ركبتك صغيرة وأنا حسبت على جسمي، إيش دراني في جسم الناس. ما عليش والله يا نواف، إجابتك خاطئة. عوض أبو سعد. الركبة، مفصل الركبة هو أكبر مفصل يعني. معليش بالعقل حتى. والله أنا راحت الركبة شبه صغير. طيب قيس الركبة على المرفق وقيسها على الكتف. هذا كتف، هذا كتف، هذا مو بذا كامل. يقول لك المفصل، المفصل دويرة العينية. أوه الدويرة.